بسم الله، ربنا اجعلنا مفاتيح خير يا كريم، ومغاليق شر امين يا ربنا يا عظيم. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال. شهاده حق نابع من نبي كريم عليه الصلاه والسلام، وهو ابن اخ لسيدنا ابراهيم عليه السلام. شهوة، أي في الأمور الجنسية، لا لموسكسوليتي ماسكولين، إنكم يعني شهادة لا غبار عليها، إنكم لتأتون بلم توكل الرجال شهوة من دون النساء. يعني ما عندكمش عذر، إنساء ما لازم تقول في عالم الجنس تلقاو في انجذاب الواحد إلى الآخر وفي العملية الجنسية المتمة لك العلاقة بك. عموما التاريخ هي علاقة آثمة، وعلى نار في القرآن، فمن ساء في عند العرب يتخذن أخدانا. إيش معنى تعاشر؟ كما تقول 20 رجل، ويقع عليها البعض منهم في بضع سويعات، وبعض حين تحمل وتضع جي اللي ماشي في بالها، ولا هي تتحايل على الرجال وتمنيك عليهم، تلصق لهم الواحد منهم، هذا راهو ابنك. هذه المخابنة، وما عدة طرق أخرى منا كان العرب غارقين فيها لأنهم أهل جاهلية. كانوا الرجل منهم هو شبه رجل، حين يعجبه فتى سواء كان في عضلاته أو في خطاباته أو في وجهه أو في حياله، من يختار زوجته الشخص هذاك ويأمرها، أو برضا لراجعك هذا الشاب أو هذا الرجل المتين، وتحبل وإذا تضع يتبناه زوجها الأصلي. ثم الجاهلية عامية تماما حتى في عالم الجنس، هذا ما صغيرة يعني ما يموش كرنا ذاك كي جاء شو شي يعاني بعد، يا خاطر فما علاقة بين ما هو يعني أصل ذكري، لكن الطفل ذاك المولود ذاك عبر الجينات فما علاقة متينة بين ما حمله السبرماتوزويد يعني الذكر اللي جلبه لها زوجها، الحيوان المنوي اللي لقح لها. هو ليس ماشي يوم من الأيام يقولون هربوك، بل يغلطوك يقولوا هذا ابوك اللي قاعد معاشرها اذا لم يطلقها، ولا عاد كان عجبه قبل ذلك لانه هو مصر على ذلك، ولا هي او حتى بذلك، وممكن تتبدل الظروف ولا يبغضها ويطلقها، وهنا الصغير يزيد يضرب ضربه اخرى. اولا كذبوا عليه الاولى، اصله البيولوجي ليس كما قال هل الجاهلية. وبعد كي طلقها الصغير اللي تربى على كونه هذاك أبوه، بعد أطرد أمه، يزيد يرى الويلات في عوضه، يلقى الأصلين اللي بلغوا اللي هما أصلان له، يولي فرقة بين الأصلين. هنا ترجو لعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم العائلات والأزواج، وشوفوا ماذا سيلاقي هذا الطفل من عناء ومن خيبات ومن آلام نفسية واجتماعية وحتى في هويته. يعني ابحثوا وتشوفوا أن الإسلام كي جاء باش ينظف العلاقات المريبة، والحمد لله اللي أراد الله لنا هذا الدين
يعني ليس كمثل دين، وهو يرتب لنا أمورنا دقيقة وعظيمة أحسن ترتيب، لأن الذي أمرنا هو الله، والذي أخبرنا به مولانا في القرآن العظيم وعلى لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم ليس له نظير. تحب ولا تكره، الإسلام هو اختاره الله للإنسان، فمن تبنى الإسلام وسلم أمره بالتمام إلى الله. وسيدنا إبراهيم يؤكد على هذه الحقيقة، سمانا المسلمين. تو اليوم اللي يقول لك النصراني مونوتيست يعني موحد، فهو كذب، لأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن لا يهودي ولا نصراني، بل كان حنيفا مسلما هكا مع الله، وارتقى إلى مرتبة اللي يكونوا خليل الرحمن. إذا الإسلام حتى حد اللي فعلا يحترم نفسه لا يلقى كيفاش يطعن في الإسلام. اليوم الكلب مكرون، اللطخة المسيئة له وللشعب الذي آمن به، من أنبروا باش يقولوا الإسلام هو في كل مكان في حالة من مزرية، في حالة الأزمات في كل مكان، بيد أن المتأزم هم اليهود والنصارى أهل الخسارة، ومعهم الكرب اللي خلطوله خلطوا عليهم في من يوم ما بدأت الفتنة الكبرى، وهم كيف في إناء واحد، إناء الضلالات وإناء الظلمات. نسأل الله السلامة في كل حال.